المحامية مها أبو بكر، مساء الخير مها، شفناكي وانتي بتقولي الله أكبر امبارح، فيعني كنتي مجلجلة في المحاكمة بتاعت الراحلة شيماء، ولكن النهاردة عايزة أسألك عن هؤلاء الذين لا يرتدعون. مساء الخير يا استاذه لميس، ازي حضرتك؟ الحقيقه احنا مؤخرا بنواجه يعني ازمه كبيره جدا متعلقه بانه يعني ردع القانون واضح ان هو ما بقاش كفايه. يعني احنا عندنا ازمه بالفعل، انه مثلا اول حادثه حصل بالشكل ده كان محمد عادل، يعني خلاص اخذ اعدام، نيرة الموضوع واضح ما فيش فيه لف، يعني هو محاكمه سريعه ونجيزه ومنصفه ايضا. ثم بعد ذلك نكتشف انه كمان في سلمى، في أماني بعدها اماني، في يعني اكثر من حاله واكثر من حادثه بنفس الطريقه، وكأن الفكره ان هو عايز يكون ترند حتى لو كان قاتل. ففي الحقيقه هنا في ازمه مهمه جدا ليها علاقه بفكره البيئه الحاضنه للقانون، ان مش كفايه القانون، المهم في تطبيق القانون كمان البيئه الحاضنه، ان شفنا ناس كثيره جدا، او مش كثير، خلينا نقول عدد مش قليل، بيشجع على فكرة أو بيتكلم بمنطق إنه قد يكون هذا القاتل ضحية، وبيحاول يبرر له، بيحاول يجمع فلوس عشان خاطر يجيب له محامي يتواطى عنه، حد تاني ما بين قوسين بيقول على نفسه داعية، يقول إن إحنا والله هندافع عن البنت الملتزمة فقط، والملتزمة طبعا من وجهة نظره، مش من وجهة نظر القانون أو من وجهة نظر المجتمع. وبالتالي احنا عندنا أزمة كبيرة جدا ليها علاقة بفكرة خطاب التحريض والكراهية على النساء والفتيات. والتبرير يا مها، طبعا التبرير، اصلها طبعا لابسه، اصلها كانت موديل، اصلها كانت محزق، اصلها كانت لابسه مهفف، التبرير يا مها. بالظبط بالظبط، ما هو والحقيقة احتمال يكون قهرته فيموتها. بالظبط، وفي الحقيقه احنا هنا بصدد جريمه مجتمعيه لابد من التصدي ليها بشكل حقيقي. والحقيقه برضو ان المفترض هذه الجريمه مش وليده اللحظه، يعني مثلا محمد عادل او اي شاب من الشباب دول عندهم كام سنه النهارده؟ تم تشكيل وعيهم ووجدانهم في مده قد ايه من الزمان؟ المده اللي تم فيها تشكيل الوجدان دي كان في كام حد بيبرر، وكان حد بيحرض على النساء وعلى الفتيات وبيبص خطاب كراهيه صح طول الوقت صح بيبرر للولاد او للذكور، خلينا اقول مش للرجاله، افعالهم. فاحنا في الحقيقه محتاجين جدا التصدي بشكل مجتمعي لهذا الامر بشكل قانوني. التحريض والتبرير لابد ان يعاقبوا، ما ينفعش نسيبهم كده في الحقيقه. ده رقم واحد. رقم اثنين، الحقيقه كنت عايزه اعلق على الكلام اللي قاله سياده اللواء. طبعا احنا حقيقي عندنا يعني جهاز يعني في وزاره الداخليه له علاقه بفكره التقنيه العاليه جدا والتدريب العالي جدا، لكن عندنا ازمه رهيبه لازم نتنبه ليها في الحقيقه. العداله البطيئه اجحاف. بمعنى ان انا النهارده لما بقدم بلاغ عشان خاطر يعني يتصحف البلاغ دوت او يوصل للنيابه العامه او بعد كده يوصل للمحكمه، ثم بعد ذلك ياخد عقوبه تقعد مش اقل من سنه. الا بس يا القضايا مها، ما احنا شفنا اهو في قصه، يعني في قصه اخرى غير الابتزاز، في قصه مثلا نيره وكده وسلمى، طيب في دي سرعه. يا استاذه لميس، دي القضايا اللي عليها ضغط مجتمعي، خلينا نكاشف بعض عشان نقدر نحل مشاكلنا، دي اللي عليها ضغط مجتمعي. انا شخصيا عندي قضايا في مكتبي وصلت 30 و3 سنين، وبنفس المنطق التهديد والابتزاز، هيكون في 100 ضحيه وقعوا وتهددت الضحيه 100 مره بدل مره واحده. وبالتالي احنا محتاجين بجد سرعه رهيبه. طبعا احنا فاهمين ان الحكومه الالكترونيه هتقوم بدور كبير جدا في نعم القصه دي، ان بدل ما نبعت موظف هيبقى في تكه نهار هيوصل للبلاغ للنيابه العامه ان شاء الله، يعني نامل ان ده يكون سريع. سرعة الإجراءات، يعني الإجراءات بقى القضائية، يعني خلاص المباحث قبضت عليهم، حرزت كل شيء، النيابة بقى والإحالة لمحاكم سريعة، لأنه برضو الابتزاز ده احنا محتاجين نواجهه. وأنا أظن إن كمان التحريض، كل اللي حرض في قصة نيرة دي وكل اللي برر ده محتاج يتقدم فيه بلاغات يا جماعة، طبعا لأنه ده طبعا تحريض على القتل، ده استمرار في التحريض على القتل. طبعا شكرا مها أبو بكر المحامية، بشكرك شكرا جزيلا.